يعني شو ما حكينا بتشوفه لا كثير ظريف ايه والله جاي علي قبل هالمرة اللي ما قلتي لي لا بشوفه كثير حلوة هالكفة مشان تعرفوا نور ما بتجيبكم على اي مكان خرج صور فيها شي لقطة من الفيديو كليب تبعي تعرفوا بس احلى من الكفة شو جنبتنا يا صبايا مو ناقصنا غير لبنى وليلى يا ريتهم معنا يا ريت ترجع ايام زمان ايه والله رزق الله على العربيات يا الله شو كنا مبسوطين شو قصدك يعني انت هلا مو مبسوطه لك مبسوطه يعني بس مو مثل الاول بالاول هيك كنت عصفور طيار وين ما بدي يلا 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 كنا لعمينا ومشينا لحفينا حاجتك بقى شو شو قصدك لا شو قصدك شو قصدك لو سمحتي دموزيل لبنى سميحة أكيد انحرجت ليش بدها تنحرج يعني لطيف شو كذابة شو ليش لا تنحرج لو بدها تشوفني كان اجت سلمت يا جماعة أنا بقترح نغير المحل لا ولبنى نتركها ليش هيك عملت؟ لشو هربت؟ ليش هيك أنا خايفة؟ معقول أنا أهرب هيك من الصبايا؟ بعدين لأنت بتضل عم تكذب عليهم وعلى حالي؟ أنا ما عم بعمل شي غلط أنا ما لازم أهرب لبنى شو مشكلتك انت اليوم؟ ولا شيء ولا شيء شلون ولا شيء وانا شايفك مره بتهربي من الزباين مره بتلحقيه ولا برا شو عم بيصير معك انت؟ ما عم بيصير شيء مين هدول البنات اللي فاتوا على المحل وعملوا شوشره وحتى كاسه مي ما طلبوا؟ رفقاتي وهي البنت اللي كانت معهم مو دادو اللي بتغني؟ بلا هي دادو وانت ليش هربتي لما شفتيهم وما حكيتي معهم؟ استاذ مو انت قايل لي انه ما احكي مع حدا من الزباين وانه اذا حكيت مع حدا رح تقلعني ايوه يعني انت كتير حريصة على التعليمات على كل حال الانذار تبعي لساته شغال تفضلي على شغلك مامي ستة هلا شو رحنا هون رح نجي بكرة على نفس الكافيه لا وبركي طنشتنا وما ردت تحكي معنا ايه لا اما بظن وانا ما بظن يعني أنا بس أقول إنه اليوم هيك صار معلقة وتفاجأت فينا اسمعوا اسمعوا شوي تفضل أستاذ هي الحساب خير لبنى مو على بعضك متلبكة ليش حسان بعدين بحكي معه مشان الله تلاقي لي شغلة غير هالشغلة والله العظيم رح توق حدا عم بيزعجك هون بعدين بنحكي شو بتحب تاخد أستاذ واحد نسكافة نسكافيه حضرتك على عيني حسان ده المختصر الوضع هون ما بينطاق ولا يهمك تفضل استاذ لبنى لو سمحتي شوي نعم استاذ مين هذا الشاب يلي كنت عم تحكي معه هذا شاب قرايبي واسمه حسان بعدين انا ما كنت عم بحكي معه انا عم بتعامل معه مثله مثل اي زبون انا ما راح اتناقش معك بس بدك تعتبري انه هذا اخر 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 تحذير بالنسبة اليك مع الزباين ما في رغي وفتح سيار تفضلي على شغلك خلص أنا تركت الشغل ما عاد بدي وبهالمناسبة عزمتكم على شو ما بدكم
منى لو سمحتي شوفي الصبايا شو بيشربوا. انا بدي اوكي هات شوكليت. نعناع ليمون مثلها. العمص وهي ليش بطلت تشتغل مضيفة؟ لأنه آخر مرة وقت كان طالعة بالطيارة عم طيارة هي وعم تهبط ما فتحوا دواليبها. العمص؟ إيه؟ شلون هبطت؟ على بطنها؟ لك لا بعدين فتحوا الدواليب بس بعد شو يا حرام بعد ما أكلت رعبة الله مولاها من يوميتها صار عندها عقدة من الطيران قررت إنه تصير مضيفة بس مو بالجو على الأرض. هي أحسن الشغل على الأرض أكواس. أكواس إذا ما طارت. ليش رجعت الطير؟ لك لا صاحب الشغل طيارة اليوم. يا حرام المسكين ايش قد حظها قليل. ايه وهلا ايش تساوي؟ ميدو قال ضربت على صدره وقالت خلاص انا بدي حل لها مشكلتها للبنه ولسمسمه. ليش ايش مشكلتها سموحه؟